خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في لقاء جديد من وتستمر الحياة. سعيدة جدا باش نكون معكم، مرحبا بكم، ونتمنى أنكم دائما تكونوا معنا ونكونوا عند حسن الظن والتطلعات ديالكم. موعدنا كيتجدد معكم نهاريا نهار لا، بطبيعة الحال على لاباج فيسبوك ديال لالا بلوس. تحية كبيرة لكم، مرحبا بالجميع. دائما شعارنا اكيد في وسط الكونفينمون اللي كنعيشوه، في وسط الضغط اللي كنعيشوه، الحياة تستمر وخاصها تستمر بواحد النوع من التفاؤل. وهادشي علاش جيناكم بهاد الفكره هادي وتستمر الحياه، وطرقنا بزاف ديال المواضيع اللي كتهم حياتنا اليوميه وارهاصاتنا اليوميه وحتى افكارنا وربما بعض الامور اللي كديرونجينا. اليوم تمت الاشاره من طرف طاقم البرنامج باش نركزوا شويه ونطرحوا واحد السؤال في واحد الجانب اللي اثار دردشه واثار نقاش واسع في العالم، بحيث انه اثناء الكونفينمون في الصين تمت الاشاره الى ارتفاع نسبه الخلافات الزوجيه وايضا ارتفاع نوعا ما العنف الزوجي. في فرنسا ايضا تمت الاشاره لهذا الموضوع هذا، بحيث تم احداث يعني مجموعه من الوصلات الاشاريه التوعويه للحد من العنف الزوجي. احنا بدورنا طرحنا السؤال ولقينا باللي كاينين حالات وكتسجل حالات بشكل يومي، ولهذا الغرض كنستضيف لكم اليوم معنا الفاعله الحقوقيه بشرى عبدو اللي غادي تدوي معنا على الظاهره وغتاكد الخبر واش فعلا ولا لا. بيني وبينكم اللي تناقشت مع لالا بشرى قبل ما تكون معنا في هذا اللقاء هذا، ظهر لي من خلال الكلام ديالها باللي الارقام ارقام مهمه وحنا اليوم غادي نعرفوها معها. كنرحب بك لالا بشرى ومرحبا بك، وسعيده جدا باش تكوني معنا في الحياه تستمر. وبغيت نسولك واش فعلا كاينه ارقام اللي هي كبيره واللي تسجلات فيما يخص العنف الزوجي خلال هذه المرحله ديال الحجر الصحي؟ بالطبع العدد ديال النساء المعنفات في هذا الحجر الصحي ارتفع بشكل مهول، لكن نتكلموا عليه في ايام العاديه يمكن كنا نستقبلوا عدد قليل، ولكن في هذا الحجر ولينا نستمعوا لعدد كثير ديال النساء اللي يتصلوا بشكل يومي وفي بعض الاحيان في المساء من اجل طلب الاستماع، من اجل طلب الدعم، من اجل طلب الاستشاره والتوجيه، لان في هذا الحجر الصحي بان بان هناك ممارسات اشكال اخرى من العنف على هاد النساء، لانه ولاو في اربع جدران، ولاو ملزم لهم انهم يبقاو في الدار، ملزم عليهم انهم ما يخرجوش، ملزم عليهم انهم يبقوا ينفذوا الاوامر ديال الشريك ديالهم اللي هو كذلك مجبور عليه انه يجلس معها، وما تيكونش تواصل، وفي الوقت اللي ما تيكونش تواصل وتتولي تيكون الفقر وتتكون قله الحاجه وتولي كما تنقولوا النقير والكلام الساقط اللي يمكن تسمعوا بشكل يومي تتولي تترفض هذه الممارسات. اذا العدد حقيقة ارتفع، وهنا تنطقوا ناقوس الخطر من أجل الاستماع لهذه النساء اللي في هذه الوضعيات الصعبة، لأنهم تطلبوا الإرشاد، تطلبوا النصيحة، تطلبوا الإيواء، وتطلبوا كذلك الدعم النفسي. على ما كيظهر لي الأرقام مهمة، يعني ماشي سهلة باش يكون عندنا هذه الكمية من يعني من الشكايات، ماشي سهلة. بغيت نعرف يعني كونكم انتم يعني كجمعية لالا بشرى وانت كفاعلة حقوقية، رغم يعني الكونفينمون انتم مستمرين في العمل عن بعد، فكيفاش كيكون التعامل مع الحالات دابا؟ يعني صعيب باش تقدمي المساعدة المباشرة، كيفاش كيتم التعامل مع الحالات اللي كتسجل العنف الزوجي او العنف بصفة عامة؟ لكن تنستقبلوا حالات كثيرة في اليوم، بالطبع خصنا نخصوا لها خدمات، خصنا نوفروا لها عدة أشياء اللي هي تطلبها من أجل أنها تخرج من ذلك الوضعية الصعبة اللي تتعيشها داخل أربع جدران. الحاجة الأولى اللي تنديروا هي الاستماع، لأن الاستماع هو واحد تقنية مهمة جدا من أجل أن هذه المعنفة تفرغ، تعود تكلم من أجل أنها تخفف عليها نفسيا ذاك الحدة ولا ذاك شدة العنف اللي تمارس عليها. بالإضافة إلى ذلك هو أن هذه المعنفة يمكن تطلب دعم نفسي، كذلك أننا تنوجهها للأخصائية النفسانية
اللي تنعطيوها رقم الهاتف ديال هذيك السيده وتدخل معها مباشره في حصص ديال الدعم النفسي، يا اما تتكون مره في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع. بالاضافه الى ذلك هو في الوقت اللي تتكون باغا الاستشاره القانونيه كذلك حنا تنوجهها عن طريق المحامي انه يستمع لها ويوجهها قانونيا، اي اننا حنا عندنا واحد شبكه ديال الهواتف اللي هي موجوده، اللي هي اول مره تنستمعوا المراه تنستمعوا لها وتنوجهها عند الاخصائيه النفسانيه، ثانيا انا تنوجهها عن طريق المحامي. في بعض الاحيان بعض السيدات اللي تتصلوا بنا وتيكون عندهم العنف وتيكون عندهم الحاجه يمكن تطلب لنا دعم اجتماعي، وهنا تنكون عندنا خصنا ضروري نديروا البحث عن طريق العلاقات اللي عندنا من اجل المساعده الاجتماعيه لهاد المعنفه. نعم لاله بشرى الله يعطيك الصحه، يعني في نظرك شنو هي الاسباب الرئيسيه من مرار ارتفاع هاد الارقام هذه، وايضا حتى تنامي هاد الظاهره ديال العنف؟ ربما يعني احنا تنحاربوها بصفه عامه، كاينه مجموعه من الامور اللي كتقوم بها عدد من الجمعيات من اجل مكافحه العنف ضد النساء. اليوم امام تنامي هاد الظاهره خلال هاد المرحله هذه، كيفاش ممكن اننا نوضعوا واحد الاطار يعني للاشكال بصفه عامه؟ بالطبع العنف هو دائما تيتسجل في الايام العاديه وكذلك في هذا الحجر الصحي، ولكن يمكن نقولوا الاسباب الرئيسيه اليوم هو في الوقت اللي تتلقى هذيك المراه انها 24 ساعه على 24 ساعه تتلقى مع ذاك الزوج، وهنا تيبان كاين مشكل، لان يمكن في السابق كانت تشوفه في الليل وتيجي بين 12 جوج ولا تيجي في الويكاند، والمهم ما كانش ذاك اللقاء دائم داخل البيت الزوجيه، كان تيجي في الليل يمكن تيجي عيان تينعس ولا تيمارس عليها العنف ولا ما تيمارسوش الى اخره، ولكن في الوقت اللي ولا الاحتكاك اليومي ولا داك يمكن نعتبره داك التصادم، هنا تخلق هذاك العنف وتزادت حده ديال العنف، لان هاد الشريك يمكن ما تيقبلش كذلك حتى الاطفال، ضجيج الاطفال صداعهم ما باغي يسرح رجليه، ما عندوش فين يسرحها، بغي يخرج ما يتنفس ما تيلقاش فين يتنفس، دونك هذاك الضغط ديال هذا الحجر يمكن تفرغوا يمكن تنقولوا في الحلقه الاضعف هي الزوجه والاطفال. وتلقاو بعض الحالات اللي جاتنا واللي استمعنا لها هو ان بعض الزوجات يقول لك انهم الزوج ديالهم ما بقاش يقبل لهم الاطفال، وتيقول لها جمعي لي اولادك وصيفطيهم شي بلاصه، كذلك انه تيقول لها تيا سيري عند اختك سيري عند امك خرجي من هاد الدار. دونك هذا الضغط داخل 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 البيت الزوجيه، وخاصه في بعض المناطق ولا بعض الاحياء اللي تتكون فيها الضيق وتكون غرفه وحده ولا تكون جوج الغرف وعدد كثير ديال مكونات الاسره، هنا تتخلق بشكل كبير داك المشكل. اكيد لاله بشرى حنا مازالين معاك ومازال غادي تعطينا الطريقه باش يمكن يتواصلوا النساء المعنفات مع الجمعيه خلال هذه المرحله هذه، وايضا حتى الارقام اللي يمكن انهم يتصلوا بها. ولكن قبل منها الا سمحتي لي وانت معنا، غادي نتجه عند ضيفه ثانيه، غادي نستقبل معايا دابا الكوتش لوف ديالنا ماريا بشرى باش نتكلموا شي شويه على الموقف كموقف. في البدايه تنرحب بك لاله ماريا وشكرا جزيلا على تواصلك معنا، ونبغي نعرف في نظرك شنو هي الاسباب من مرار ارتفاع هذه الظاهره ديال العنف ضد النساء خلال هذه المرحله هذه. اهلا وسهلا لاله سكينه، اهلا وسهلا لاله بشرى عبدو، اهلا وسهلا المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافه وهذا لو سوجي لي مهم بزاف تري انتريسون. سكينه تبارك الله عليك، قبل ما نجاوبك على السؤال ديالك تنعرفوا راه الملاير ديال الناس هذا الوقت ساندين عليهم في ديورهم باش يحميو ريوسهم ويحميو عائلتهم ويحميو الناس اللي معاهم من هذا الكورونا فيروس، هذا الفيروس اللي تسلط على العالم كله. وما نساوش راه ملايين ديال النساء في العالم ما حيلتهم الكورونا فيروس، دونك ما حيلتهم يجلسوا في ديورهم باش يحميو ريوسهم هاد الكونفينمون صحي، وما حيلتهم واحد الفيروس عايش معاهم في الدار 24 ساعه على 24 ساعه، وهذا الفيروس هو العنف ضدهم. وهذا العنف فيروس شدو الراجل اللي عايش معاهم. السبب الرئيسي، غادي نعطي سبب واحد الرئيسي علاش هاد كثروا اكثر العنف في هذه المده ديال الكونفينمون،
حيت الكونفينمون اللي هو صحي تحول عند هاد العيالات المعنفات بواحد الحبس ولا ان دونجي بوغ ايل، باسكو قبل كانت تقدر تخرج، كان يمكن ليها تمشي لدارهم، تمشي عند تمشي تدي ولادها وتجيبهم مدرسه، تمشي تخدم، تمشي تشوف صحاباتها، تتفوج على قلبها وتفوج على راسها. هذاك الراجل اللي مكرفس عليها راه تيكون في لا بلوبار دو طون هو في الصنقه، هو في خدمته، هو في القهوه، ها هو في البار، ها هو في تي تي تتلف الوقت في جهه اخرى. دابا لقاو هاد الفرصه، هاد اللي نورمالمون خصنا نكونوا في الكونفينمون صحي، دونك حاجه صحي باش نحاربوا هاد لو فيروس كورونا فيروس، تحول للحبس. هو ولا كي شي سبع في الدار تيدور، سبع اللي خطير، وهي خايفه جالسه مع الجلاد ديالها مع سون بوغو، دونك لا فيكتيم مع لو بوغو في هذا لو كونفينمون، وراه القضيه خطيره. وبغيت نواجه واحد نداء للرجل، الرجل الحر. هو شكون الرجل الحر؟ الرجل الحر هو الرجل اللي تيحترم مرتو، الرجل هو الحر هو اللي تهلا فيها، والرجل الحر هو اللي تيعترف بالغلط ديالو. ملي تيدير الغلط غلط تيعترف، قد تتحاور مع مرتو، هو وياها تلقاو واحد الحل باش يخرجوا بواحد الازمه. الا عنده شي لولا ولا عنده شي مشكل ولا شي عنده شي قلق ولا عنده شي مرض نفسي، تيمشي عند الاطباء، تيمشي عند الناس اللي غادي ينصحوه، اللي غادي يوروك اش كيفاش يدير باش يخرج من هاد المشكله وهاد المصيبه. هذا هو الرجل الحر. الرجل الحر تتحترم، حيت ما كاينش راجل بارفي، الراجل بارفي ما كايناش، المراه بارفي، دونك ما كاينش الكوبل بارفي، ما كاينش. ضروري المشاكل وضروري الصداع وضروري سكتو في هاد الوقيته هادي صعيبه ضروري، ولكن تلقاو علاج، تي 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 تلقاو علاج من بعد تجلسوا تحكموا على راسهم راه ساعته لله. ولكن الراجل اللي تتعدى على مرتو واللي تتكرفص على مرتو واللي يهملها واللي تمارس عليها واحد العنف اللي خطير، هذا الراجل هذا خصو يعرف راه شد الفيروس ديال العنف، مرض، راه مريض، راه خصو يداوي راسو، حيت راه هو في خطر، وليداتو في خطر، ومرتو في خطر، وما عندوش الحق يبقى هكا. علاش؟ حيت تولي عرضه خطر للمجتمع. المجتمع اذا كثروا هاد الناس بحال هكا راه لا اله الا الله، راه غادي نلوف واحد الوباء راه لي خطير. دونك بركه علينا حنا بالكورونا فيروس جالسين نعالجو فيه وجالسين في ديورنا وسدين علينا ومتبعين كاع النصائح اللي تعطيونا، ما نزيدوش علينا الله يعطيكم الستر فيروس اخر اللي هو كاين، ما نقدروش نقولوا راه ما كاينش. دونك هاد السيد هذا اللي تيمارس العنف على مرتو خصو يفهم حاجه، عنده اما حل عنده جوج حلول. الحل الواحد الاول يمشي يعالج راسو، الحل الثاني تيتسناه الحبس، راه المخزن غادي ربي، راه ما كاينش السيبه في البلاد. وواحد الكلمه تيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمه، ما كرهتش انا نترجم باللغات كلهم وغادي نقولها لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيقول ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم. دونك هذا الراجل اللي تيحترم مرتو راه كريم هنيئا لك، وهذا الراجل اللي تتكرفس على مرتو راك لئيم. عندك فرصه في هاد لا بيريود ديال الكونفينمون باش تجلس مع راسك وتخمم وتقول واش انا غادي بغيت نبقى في هاد الحاله، انا ما غاديش يمكن ليا نبقى في هاد الحاله، وشي نهار غادي نمشي للحبس، ولا شي نهار غادي ندير شي مصيبه، ولا شي نهار واش هادشي اللي بغيتي؟ لا ما بغيتيش. هذا فيروس شديتيه، والاطباء النفسيين هما اللي غايقولوا لك علاش، هما اللي غادي يعطوك يقولوا لك علاش، وغيعطوك لا سوليوشن باش تخرج من هاد المشكله الخطيره.
دونك انا عندي سبب رئيسي يا سكينه. واحد هو هذا لو كونفينمون اللي هو صحي عند هاد العيالات تحول الى اون بريزون، دونك ما بقاش عندهم فين يمشيو يخويو مساكن ويبدلوا ساعه اخرى. دونك راه لاسوسياسيون اللي مي عطات لو نيميرو ديالها، راه هاد العيالات اللي اللي مكرفسين خصهم يعيطوا ما يبقاوش منعزلين، خصهم يهضروا ويتكلموا. طبيعة الحال لالا ماريا، يعني في نظرك من بعد ما تكلمنا بهذا الشكل هذا، شنو هي يعني ربما لي زاستوس او لا بعض الامور اللي يمكن يتبعها السيدات خلال هذه المرحله المضغوطه باش نتفاداو نوقعوا في بحال هاد المشاكل هذه، وحتى الرجال علاش لا، يعني في نظرك كيفاش نقدروا ندبروا هذه المرحله هذه تفاديا للعنف اللي يمكن يتمارس خلال هذه المرحله؟ سكينة، السؤال ديالك مهم. الوغ ما غاديش يمكن لي نعطي دي كونساي في العيالات اللي معنفات، ما يمكنش. غنعطيهم دي استراتيجي كونساي تتعطى لان كوبل اللي باغي يكبر وباغي يغير السلوك ديالو وباغي يدوز لشي حاجه اخرى زوينه، شي مرحله زوينه في حياته، ولكن مع المرأة اللي هي مسكينة مكرفصة معدي عليها راجل اللي عنده داك الفيروس ديال العنف، خص استراتيجية، خصها تفهم حاجة، خصها تفهم هذا الراجل هذا راه ما معاش الحوار. دونك بلا ما تضيع، هذه نصيحة لله، ما تضيعش وقتها في القيل والقال وتبدا تعاند معاه، هو تسحب لها راسها، راه الراجل راه غادي يفهمها، راه ما غاديش يفهمها، تعرف هو غير راسو، راه ما يتصنت لك، ما غاديش يعترف. هذا ماشي، راه تنهضروا على الرجل اللائم، ماشي الرجل الحر. ايه نعطيو نصائح ما كاين حتى مشكل، ولكن الرجل اللائم خصها المراه هل دو سبروتيجي بحال سبروتيجي كونت لو كورونا فيروس. فيروس خطير هو العنف، دونك خصك تحمي راسك من هاد الفيروس اللي ماشي هو راجلك، مي هذاك الشيء اللي شد راجلك لصق فيه هذاك الفيروس خطير، دونك خصك تحمي راسك. كي غيتحمي راسك ما تجاوبيش معاه، ما تضيعيش الطاقه ديالك، فهو هو خصو غير يجبدك. هذا هما، هذا الراجل اللائم تيعجبو يجبد المراه وتفرح مي تتبكي وتفرح مي تتفقس وتفرح، الله يستر. راه هادشي اللي واقع، هادشي تنشوفو اوتور دو نو. دونك ما تضيعيش وقتك، حمي راسك، تي نو بو با لو جيري. هادو سي دي بيرسون انجيرابل، خصهم يداواو كيف قلت في الاول. دونك يفو سو بروتيجي. اش غا كاينه لي استراتيجي هي اش؟ خليه يهضر. الراجل اللي تيكون تي عنده هاد لو فيروس ديال العنف، راه يسوفر، إلي أون سوفرونس، راه معذب داخليا، وهداك السم اللي عنده لداخل خصو يخرجو. على ما تيخرجو؟ تيخرجو عليك، راه ماشي ديال، ماشي انت راك ملي تيقول لك راك ما تتسواش وما مزياناش وخايبه، ويبدا يسب وينعال ويسد عليه ويقطع الهضره شهر، راه ماشي، راه هو اللي مريض. دونك خصك تفهمي راه سي سكون ابل ان عنده اون اوبينيون بيزي دراسو، دونك داكشي ماشي حقيقي، حيت صحاب راسو راه هو، راه هو اما هو العظيم اما هو الفيكتيم، هو مسكين كلشي تكرفس عليه. دونك مي تيبدا يسبك ويقول لك شي كلام، راه ماشي انت داكشي اللي تيقول لك راه فيك، راه ما فيكش. دونك ما خصكش ديري بحال شي واحد مسطي، واحد مريض، واحد ما نديرش عقلي فيه. هذه هي لا بروتيكسيون، باش دونك ما تبقايش تجاحدي معاه، غادي غير تضيعي وقتك. ثانيا بحال دابا ملي يكون انت تتعرفي شي حاجات في هاد سورتو في هاد لا بيريود دو كونفينمون، باش تحمي راسك انت تتعرفي اش تيبغي، تتعرفي باغ اكزومبل دي سوجي اللي تيبغي يهضر فيهم وتيعجبو الحال يبان فيهم،
بدي انت الاولى قولي وا اش ظهر ليك في هذه القضيه اللي هو تيبغي عرفتي تيبغيها وخليه هو يكمل وانت بقيتي تصنتي ليه غير تصنتي ليه ما تدخليش معاه في الحوار ما تقوليش ما تقوليش ليه لا ما عندكش الحق راه غادي غير تكرفسي تقولي لي ما عندكش الحق تتزندي الفاخر تتزندي الفاخر غادي يرسقك الفيروس داك الفيروس غادي يكرفسك دونك بروتيج توا خليه يهضر اياه ويبدا يقول لك اه ويبدا يقول لك راه وهذا الشيء ماشي وداك وهذا قول له اياه واه ايوا اها داكور والله تا بصح بصح وانت راه غير باش تخليه خليه يهضر ما تبقيش حيت العيالات اللي ما كاينش بروتيج با اش توقع عليهم تطبقى تقول لك لا انا هذاك راجلي وخصو تصحاب ليه راه راجل كريم راه راجل اكيليبري راجل راه نقدر نتحاور معاه راه ما كاين حوار راه ما تيتصنتلكش وما ما عنده حوار ما غاديش يتحاور معاك غادي هو خصو هذاك الخبت ديالو اللي داخل في بلاصه داوي تيلوحو عليك وانت تتشدي وتديري عليك علاش بحال شي واحد تقيه راه عنده هو المشكل داخل انتوكسيكاسيون وداك السطل جيبي ليه السطل تقيه لا ولوحيه لا انت اش غادي اش توقع بزاف العيالات تتقيه هو تتشدو تتلوحو عليها زعما راه اللي قال ليها راه اللي قال راه بصح اللي قال تبقى تبكي وتكرفس على راسها وتعدى على راسها وتمرض وتركب فيها المرض وداكشي علاش ديري انت بحال شي واحد راه مريض وما تديريش عقلك فيه نصيحه اخرى دونك استراتيجي اخرى هي مي يكون هو في الصالون سيري انت ديري حاجه اخرى في الكوزينه سيري الحمام ديري الدوش ديالك قراي ديري الصناطات في ودنك وسمعي شي درس جلسي صوبي دي غاتو جلسي في هذا الكونفينمون باش ما وقعش مشكله عظمى ما تبقيش تجحدي معاه سورتو ما تجحدش معاه ونخليه عندك اسيدي شوف عند هي عندك الحق يقول لي بغى خليه راه مريض خلي ما تجع وماشي تقول حيت هذاك الاختيار ديالك راه لا اله الا الله هذا الراجل اختاريتيه على سنه الله ورسوله هذا الشيء اللي اما تي فا تو بروتيجي في هذا الوقت هكا دونك ما تجحديش معاه وتعرفي راه لا بيرسوناليتي ديالو سي بيرسوناليتي كي مالاد دير سو شي دواء دونك راه ما تهضريش مع شي واحد نورمال دونك ما تجحديش معاه وبيان سور راه صعيبه 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 هذاك الوقت سيري لاله صلي ذكري الله سبحي ديري لا ميديتاسيون سمعي لك الموسيقى ديري لك اليوغا عطا الله دخلي غير في فيسبوك وتشوفي وقولي لي بغيتي غادي تلقاي في جوجل فيسبوك كاع في لي ريزو سوسيو راه تلقاي كلشي تبارك الله الخير موجود حاجه اخرى بقاي باتصال مع والديك ومع صحاباتك وتصل باغ اس ام اس باغ فيسبوك باغ واتساب باغ تليفون بقاي معاهم مت وتنطلب لي بارون ديال هاد لي فام لي المعنفات الله يعطيكم الستر تصنتوا لبنياتكم تصنتوا ليهم ما نبقاش نبغي نسمع راه صبري يا بنيتي هذاك راجلك لا الا كان نيت راجل كريم تصبر عليه ما كاين حتى مشكل ولكن راجل لئيم وتخليوها مع تخليوها مع سبع وتقولوا ليها لا خصك تصبري تصبر على اش نصبروا على شي حاجه اللي عندها اللي تستاهل اللي تستاهل واللي ما تستاهلش علاش غادي نصبروا عليها او كونترير خصكم تصنتوا ليها والا كان دونجي هاد السيده تتهضروا معاه تكلموا معاه واخا لو كونفينمون فهاد لو كونفينمون في التليفون بلاتي احسن الكونفينمون راه ما بقى ليه والو ان شاء الله باذن الله هادشي كله غيدوز بغيتك لالا تصبري تصبري في هاد لا بيريود ديفيسيل كيف دابا حنا صابرين مع الكورونا فيروس وتنحاربوه وجالسين في ديورنا تنتي باش تحاربي هاد الفيروس اللي عندك في الدار غادي ديري هاد لي استراتيجي ديال ما تنسمع ما تنشوف داكشي الله يستر راه الله دعي معاه دعي معاه راه الدعاء مستجاب دعي معاه الله يفرج عليه الله يرد به الله في بلاصه تسبي وتعلي وتهضري عليه عند راه داير ليا داير لي فعليا انت في خطر ايه تهضري مع والديك والديك خصهم يتصنتوا ليك ويثقوا بك ويعرفوا هذا الشيء راه اللي عايشه فيه راه ماشي كنتي عايشه بخير كاع ما غادي تقولي لهم ما غاديش تقولي لهم راني راه الراجل مكرفس عليا وانا راه هو راه مزيان معايا ولكن في هاد الحاله ديال هاد لو فيروس ديال العنف خصك تحمي راسك ضروري
وتشوفي اش ديري قبلي وليداتك، لعبي معاهم، ضحكي، ومي هو يبدا يهضر وداكشي ما تشعليش، ما تشعلي لي، ما تزنديش الفخر. ما شوف ما الا ما داواش هذا السيد راه ما عندك ما تربحي منه. الا مازال باغيا الصداع والمشاكل، ايوا راه غير غلبك، راه هما صح سون تري فور فهاد لي استراتيجي ديالهم ديال باش يهرسوا المراه ويكرفسوها ويهبطوها، وراه سون تري فور. دونك مي يقول لك الحاجه، الا قال لك شي حاجه خايبه راه ماشي انت، راه هو دابا فهمي راسك، راه هذاك السم اللي فيه وهذاك المرض اللي فيه وداك الشيء، الله يستر الله يستر الله يستر الله يرد بهم. هذاك المرض هو اللي تي داك فيروس تي تتسلط على هاد المراه مسكينه اللي اختيار، راه اون دووا لي غور، ما عندنا ما نديرو. دونك هادو هما لي استراتيجي اللي نصح على. وكاين هاد بيان سور لو نيميرو د لاسوسياسيون، واحد يعيط ولكن ما نلوحش راسي للتهلوكه بشويه بلاتي احسن، ونفكر مع راسي واش انا هاد السيد هذا الا غيبقى معايا بحال هكا في الايام من بعد الكونفينمون، واش هادي حياه ولا خصني نلقى حل لراسي؟ راه ما غاديش يلقى لكم حل شي حد من غير راسكم. الا غادي تقدري تعيشي بهاد الاستراتيجي وتقولي هاد السيد مريض وندعي معاه بقاي معاه، راه مع الفرج من عند الله، اما راه كاين حل اللي هو ديال الفراق وبلاتي احسن. فوالا، الله يعطيك الصحه لمريم، عندي ما يتسالك. اكيد انه النقاش معكم بطبيعه الحال نقاش ممتع بزاف وبزاف. نبغي انه قبل ما نودعك في هذا اللقاء هذا، واكيد انه غادي نتلاقاو معك في لقاء يعني قريب على العلاقات الزوجيه غنتكلموا عليها شي شويه، شنو هي النصيحه اللي يمكن تنصحي بها الازواج بصفه عامه بطبيعه الحال؟ سكينه، النصيحه اللي غادي نعطي لي كوبل في هاد لا بيريود دو كونفينمون هي يتهلاو في بعضياتهم، تري امبورطون. ما كاينش لي ريغلومون دو كونط، سي با لو مومون. هاد الشهر هذا وهاد لو كونفينمون هذا محتاج لواحد الطاقه ايجابيه باش نقدروا ديجا فهاد لو كوبل يقدروا يسوبورت هاد لو كونفينمون لي صعيب، ماشي سهل ماشي سهل. ودونك ليد في ليد، هاد هنا فاش ليكيب محتاجه تكون قويه. دونك لي ريغلومون دو كونط نخليوهم، نتحاوروا، ما كاين ندير، نتحاوروا كل واحد يعبر على المشاعر ديالو دو مانيير ايجابيه ماشي سلبيه. جاكسبت لا ديفيرونس دو لوتر، نتصنت ليه تصنت ليا، نكونوا ان كوب اللي بغينا نزيدوا لقدام، اللي بغينا نغيروا شي مسائل اللي كانوا فينا سلبيه. دابا عندنا الوقت باش نجلسوا نتحاوروا، وعندنا وقت حتى هو باش نمشيو نخدموا في دارنا التيلي طرافاي، باش كل واحد عنده الوقت ديالو. نحترم هذاك لو مومون ديال المو بارتنير، بغى يتصنت اون لو شي واحد درس، باغ يدير يوغا، باغ يدير لا ميديتاسيون، باغ يدير الكوزينا، باغ يتنعس، باغ ينعس، باغ يتكلس. كل واحد يكون حر، نتفاهموا، نديروا لي ليميت، نقادوا واحد دي ليميت، باسكو راه ماشي سهله، راه ما عمرنا ما عشنا هاد لا سيتوياسيون في حياتنا بحال هكا، فاش كلشي جالس في دارو باش يحمي راسو ويحمي وليداتو ويحمي عائلتو. و بوغ لي كوبل اكيليبري اللي ما كاينش العنف، هذا هو لو مومون فاش يشوفوا واش بغاو يديروا ان شاء الله من بعد، كيسكو يهضروا على لي بروجي ديالهم ويخلقوا واحد الجو ايجابي فواحد لا سيتوياسيون اللي شويه صعيبه. دونك نتفرجوا في دي سيري جميع، نتفرجوا في فيلم جميع، ولكن من جلسوا نتفرجوا فيه بجوجنا، ماشي كل واحد انا تنتفرج فيلم وهو جالس. فداك خص دي مومون دو كوبل، نلعبوا الكارطه، نطيبوا انصومبل، نضحكوا، نلعبوا مع وليداتنا اللي عنده الوليدات، يلعب معاهم، يفوج عليهم. دونك هذا هو الوقت اللي محتاجين، اللي يفوج عليا ونفوج عليك. دونك جو كونساي او كوبل يديروا ليد في ليد، سي اون ايكيب غانيونت ان شاء الله، باش نخرجوا من هذا الازمه ديال الكورونا فيروس سالمين، ويكون كوبل ان شاء الله جديد وبافيك ان نوفو سوفل و اون اوتر ايتاب جديده
في العلاقات الزوجية إن شاء الله. وتنشكرك سكينة على الاستضافة، و الله يعاونك ويعاون جميع الهيومانيتي كلها، الله يعاونها في هذه المحنة اللي إن شاء الله غادي نخرجوا منها إن شاء الله قويين كلنا بإذن الله. الله يعاونك. شكرا جزيلا للا مريا، الله يعطيك الصحه، ما عندي ما يتسالك. واكيد انا غادي نتلاقى بطبيعه الحال مع كل المتتبعين ديال وتستمر الحياه باش نتكلموا على اكيد الحياه الزوجيه في هذه المرحله هذه. مشكوره بزاف على هذه المعلومات اللي عطيتينا اليوم، والا سمحتي لي كنوجه لك تحيه كبيره وكنودعك على امل لقاء بك. وغادي نرجع مره اخرى عند لالا بشرى عبدو بطبيعه الحال فاعله حقوقيه نسائيه اللي غادي نطرحوا عليها سؤالنا الاخير اللي غنختموا به. لالا بشرى، نبغيو انك تعطينا الارقام وايضا طريقه ديال التواصل ديال النساء المعنفات معكم كجمعيه خلال هذه المرحله، كيفاش ممكن تكون؟ اليوم جمعيه التحدي للمساواه والمواطنه حطت عده ارقام عبر المنصات التواصل الاجتماعيه من اجل التواصل مع النساء، وكذلك انها هذه الارقام هي مفتوحه لكل النساء المعنفات اللي في وضعيات صعبه اللي ممكن يتصلوا بنا في اي وقت. الارقام ديالنا هي كالتالي: 06 56 72 57 02، ولا 06 65 42 47 31. نعود الارقام: 06 56 72 57 02، 06 65 42 47 31. ممكن هذه السيدة تصل بنا في أي وقت من أجل أن نستمعوا لها، نقدموا لها خدمة ديال الدعم النفسي، الاستشارة والتوجيه القانوني، وكذلك في حالة كانت عندها وضعية صعبة جدا ومطرودة من بيت زوجية كذلك ممكن يتوفر لها الإيواء. شكرا جزيلا لك لالا بشرى، الله يعطيك الصحه، ما عندي ما يتسالك. مشكوره جزيل الشكر على كل هذه المعلومات اللي تقسمتيها معنا، وان شاء الله نتلاقاو فرصه قريبه وان شاء الله تكون اخبار زوينه. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. كنشكر بزاف لالا بشرى عبدو فاعله حقوقيه نسائيه اللي تقسمت معنا النقاش لقائنا اليوم. ايضا كنوجه تحيه كبيره وبزاف الكوتش لوف ديالنا لالا ماريا البشرى اللي عطاتنا مجموعه من الافكار، واللي اكيد اننا غنستقبلوها في فيديو قريب ان شاء الله باذن الله، ونتكلموا معها على يعني مجموعه من الامور اللي كتهم حياتنا الزوجيه. كنشكركم مستمعينا ومتتبعينا ومشاهدينا على حسن المتابعه، ونتمنى انكم تكونوا دائما في احسن الاحوال ديالكم. ما تنساوش باللي يمكن لكم تواصلوا معايا بلي كومونتير ديالكم، طرحوا علينا اسئله او لا تقترحوا علينا انتم نقاط اللي بغيتينا نناقشوها ونتناقشوا فيها، مرحبا، كنرحبوا بالجميع بطبيعه الحال. شكرا جزيلا لكم، ما تنساوش موعدكم دائما وتستمر الحياه نهاريه نهار لا على لاباج فيسبوك ديال لالا بلوس، وايضا على الصفحه الرسميه للاذاعه القريبه منكم ميد راديو. شكرا جزيلا لكم، تهلاو ليا في راسكم، اعود والقاكم ان شاء الله باذن الله، وتستمر الحياه.